مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وكل عام وانتم بخير، واهلا بكم الى حلقه جديده من نقطه نظام، الى هذا البرنامج الذي يتيح فرصه لمن لم يصلوا الى وسائل الاعلام او لم تنتشر ارائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث حول مختلف القضايا. هذا البرنامج معني بالناس، بالجمهور اولا في مناقشه مختلف هذه القضايا. وقضيه اليوم هي المعاهد المهنية والمعاهد الصناعية، إلى أي درجة هي مهمة الآن، خاصة بعد أن كان الكثير يهرب منها ويريدون الدراسة المعتمدة على الجانب التحصيل العلمي والنظري بشكل أكبر، حتى أنه كان زمان في بعض المناطق يعتبرون من كانت درجاته أقل هو من يذهب إلى المعاهد المهنية والمعاهد الفنية. بمعنى آخر، الأقل نجاحاً والأكثر فشلاً خلينا نقول هم اللي كانوا مرشحين للذهاب إلى هذه المعاهد الفنية والصناعية. لكن الآن هل الموضوع يحتاج مراجعة؟ أعتقد ذلك، وهنا نقطة النظام في هذا الموضوع، وهو أنه نعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى مراجعة، ومراجعة كبيرة، والعالم شاهد على كل ذلك. هذا هو موضوع النقاش طبعا، بالإضافة إلى سؤال وجائزة كما جرت العادة، فأهلا بكم. خلصت جامعة ولا عادك؟ لا، أنا إن شاء الله مستوى ثاني. لو قالوا لك تدخل معهد تقني أو معهد صناعي أو معهد فني، بتدخل؟ بداية في المجال على طول. إيش تدرس؟ أدرس تاريخ وعلوم سياسية. ليش ما فكرت بالمعاهد الفنية هذه؟ لا يعني المعاهد الفنية ما فيش مجال تخصصي، أنا كان طموحي ثاني غير المجال التقني والصناعي. إيش مجال إيش طموحك؟ طموحي يعني أدرس القسم هذا، تاريخ وعلوم سياسية. المعاهد التقنية والصناعية والفنية تشوفي في اليمن مهتمين فيها ولا مش مهتمين فيها؟ لا بأس، يعني مش للدرجة الأخيرة. يعني المفروض يهتموا اكثر ولا يهتموا اكثر؟ ايوه. ايش اللي بيفرق لو اهتموا اكثر؟ عشان يطلع لهم قيل ناجح. ما لها المعاهد الفنيه؟ ما نعرف، ايش اول مره اسمع بالمعاهد الفنيه؟ صدق والله. والتقنيه والصناعيه اول مره ولا نسمع بحاجه من هذه. وانت طالب جامعي؟ نعم. لا في جهل بالحاجات هذه، ما حد يعلمني، احنا جايين اصلا ندخل من تخصص داخل الجامعه. صحيح. كيف بعرف بالمعاهد الفنيه وغير الفنيه؟ طيب هذا يعني رأي كبير أو كثير، شريحة كبيرة من الناس أنه بسبب عدم الاهتمام بالمعاهد الفنية والتقنية، وأصبحت كانت تروج بأنها للفاشلين أو اللي معدلاتهم قليلة، هذه النتيجة. في ناس كثير ما يعرفوهاش، في ناس يستحوا حتى يدخلها ويروح يدورها، مع أنه في هنا نقطة نظام. مثلا اغلب اليمنيين المغتربين في دول الخليج رواتبهم ضعيفه جدا مقارنه ببقيه الجاليات، مقارنه ببقيه الجنسيات، رواتبهم قليله جدا. ليش؟ لانه عامل شاقي بدون مهنه، لكن اللي يروح هناك من بقيه الدول يروح بمهنه، يروح عنده حرفه، بيده حرفه، بالتالي يكون الطلب عليه بشكل كبير. المعاهد الفنيه، المعاهد التقنيه الى اي درجه مهمه؟ المعاهد الفنية كونها مهمة، يعني إنها تجيب يعني أشغال، حاجة زي كذا. أنت طالبة صح؟ أيوة. سألت طلاب من زملائك عن المعاهد التقنية والفنية والصناعية، قالوا ما يعرفوهاش. تعرفيها ولا ما تعرفيها؟ معاهد تقنية؟ المعهد التقني غزاك اللي بالدحي. بغض النظر عن المعهد التقني، بس إيش تدرس؟ عندك فكرة ولا ما عندك؟ يدرس هندسة معماري، هندسة ديكور، وإدارة ومساحة طرقات. صباحك الصباح. كيف حالك؟ ايش معك؟ قبل حلاوة كلها روتي. كيف امورك؟ تشتغل ولا تدرس؟ اشتغل. ايش اشتغل؟ بوفية. هذه بالبوفية؟ شباب. درست؟ درست ثالث ثانوي بس. ها؟ ثالث ثانوي. تعرف المعاهد الفنية والعلمية والصناعية، أقصد الفنية والتقنية، ولا ما أول مرة تسمع فيهم؟ لا أعرف أسمع بهم. إيش درسوا؟
درس المهن. المهن يعني زي ما تقول لي هندسة، هذا انجليزي درسوا مهنيات يعني خياطة. الناس ما كانت تستحب، كانوا يعتقدون انه اللي ناجح يعني نجاح بسيط معدل بسيط هو اللي يروح للمعاهد المهنية والصناعية. صح كلامك على حق، كان اللي معدله يعني مثلا بالستينات والخمسينات يروحوا المعاهد التقنية، المعاهد مكتب التربية، كان ما يقبل الا معدل خمسينات ستينات، واللي معدله فوق الثمانين فوق التسعين يروحوا الطب، يروحوا يدرسوا كلية التجارة، كلية العلوم، كلية، وهذا كان مصيرهم. وبالاخير اللي معاهم التقنية وهذا مرتاحين احسن من اللي معاهم راتبهم افضل ومعيشتهم احسن. المعاهد الفنية والمجال الفني والصناعي مهم؟ الى اي درجة مهم؟ أكيد إنه ما فيش دولة ما تنهضش بدون صناعة، ما فيش دولة يعني إذا ما فيش يد عاملة ما فيش دولة تنتهض، ولا نشوف أغلب الدول اللي هن كانوا من أسواق الفقير لا ينتهضن نفس ماليزيا سنغافورة، كيف ينتهضن نفس الصين؟ ما فيش يد عاملة تصنع ولا ذا، كيف ما تنهض؟ الآن كلهم متعلمين دراسات نظرية وكلها مفهومهم كمية من الحبر على كمية من الأوراق، ما تحصلش الفيتر، ما تحصلش السباك. فكما قلت لك إن المعاهد العلمية ظلمت تماما، وكان المفروض الاهتمام بها قبل الاهتمام بالأمور النظرية. أنت تشوف باختصار تشوف إنه لازم يهتموا بالمعاهد التقنية هذه والمعاهد الصناعية، وليش؟ يهتموا بها لأنه تخرج كوادر يعني تحتاج السوق، يحتاجها السوق. كيف أمورك؟ والله الحمد لله. إيش الجديد؟ إيش تعمل؟ من جديد راقد، متقاعد، تقاعد. كنت موظف؟ كنت موظف. يا حاج بسألك، المعاهد التقنية والمعاهد الصناعية والفنية هذه ليش مش مهتمين فيها الناس؟ كانوا بدهم يهتموا بهن، كانوا بدهم يهتموا مع اسمه الوضع هذا اللي وصلنا له، خلاص اتهربوا. والله اتهربوا منه. عندنا مهتمين بهذا الجانب ولا مش مهتمين؟ للأسف ما فيش مهتمين، ما فيش. يعتقدون انه الفاشلين هم اللي يروحوا هذا؟ اكيد، ونفسه وبنفسه هذا تجد دروس يقول لك ايش اللي عملوا اللي قبلك، درسوا تخرجوا معهم نتائج وخذوهم في البيوت ايش يعملوا، لكن كل واحد امر بالله. المعاهد التقنيه، المعاهد الصناعيه، المعاهد العمليه هذه ممكن كانت تخليك تستغني عن تستغني نعم وظيفتك. ايوه اكيد، تدخل اماكن اخرى، تشتغل بشركات، تشتغل باماكن اخرى، تعمل لك مشروع، تعمل لك حاجه وتشتغل، تطلب الله افضل من العيشه اللي احنا فيه بها الان. الى اي مدى المعاهد الصناعيه هذه اللي تعلم الحرف مهمه؟ مهمه جدا، لان هي الاساس بالحياه، من خلاله يصلح كل شيء. ليش النظرة كانت من أول إنه اللي بيدرس بهذه المعاهد يعني هو واحد فاشل أو واحد معدله قليل أو واحد؟ كان معناته المعاهد كان في معدلات بالجامعة، حق الجامعة، حق المعدلات الكبيرة، كانوا ما يقبلوش الذي معهم ضعاف حقهم المقبول، فيروحوا المعاهد. يروحوا المعاهد. وبالأخير أنت إيش رأيك، المعاهد مهمة ولا لا؟ المعاهد أنا برأيي إنها مهمة. ليش؟ اللي تخلق الإنسان معه مهنة منه. يا حاج تشتغل مرنج صح؟ ايه ايوه. بيوت ولا سيارات؟ سيارات. سيارات؟ غرف نوم. امورك سابرة الحمد لله. ها؟ درست؟ ايوه. كم؟ ثلاث اعدادي. وخلصت. لو سألك ابنك الآن إيش يدرس بالجامعة، يدرس شيء نظري ولا يدرس معهد فني يتعلم مهنة، أي مهنة، خياطة، هندسة، طبعاً مش قليلة الموضوع، يعني يتعلم أي مهنة، أي مهنة من المهن، ميكانيك ولا هندسة ميكانيك ولا أي مهنة، إيش بتقول له يدرس؟ لو استشارة أقول له يدرس يعني
اسمه يدرس له عشان يطلب مجال ليش له معلم يحصل له من المهنة هذه، لأن المهنة هذه يعني شغلك قبيح على قد ما على بعدها يقوم بك. تعرف انه كان اللي معدله ضعيف جدا خمسينات ستينات بس اللي يروح هذا المعاهد؟ الا كان كذا؟ كان بس الان ما يرضوش، هذا الان للإدارة للمحاسبة للتسويق لأنه كان مش مهم. الان يعني ذا الشيء مهم جدا. لو اتيحت لك فرصة انك تدرس اي مهنة ايش بتدرس؟ انا اشتغل يعني بالنسبة لي خياط، خياط ثياب بس ما اقدر اشتغل خياط. صاحب مهنة وربما توازي شهادة واكثر انه يكون بيدك مهنة قادر انك تنطلق منها، بس بتكون المهنة بيدك تقدر تفتح لك انت بعدين تشتغل من نفسك. اكيد اكيد اكيد، هذا لو من نفسه من نفسه ايوه، بس ضروري بقيم بالدراسة، بقيم بالدراسة. هي دراسة دراسة، انت بتدرس دراسة دراسة، ما لا الدراسة خلوه دروس، بس المهنة بقيم بيشتغل عادي طبيعي. اسأل بدي كلمة اشتغل ابني عنده دروس اشتغل نجار، اشتغل نجار يعتمد على واحدة يعني قد الحياة لازمها ضروري يعتمد أبقى فحا شاقي من شاقي. هذه دائما عندنا المثل المعروف شاقي من شاقي، يعني اللي هو كانت ظروفه صعبة، زي مثل آخر إنه الغنى يدي غنى والفقر يدي فقرة، فاللي كان من شاقي غالبا لا إن شاء الله بعدين أموره تصبر بعد الدراسة ما عاد يكمل إنه ما عاد يكون شاقي إن شاء الله، مع إنه ما فيش حاجة مهنتك بيدك أي حاجة ما فيش ما فيش ما فيش مشكلة. طبعا عاد مهنتك حلوه مرنج سيارات و بس بعد وقت ما عاد خايف معك اسره معك ما عندك شيء معك حقك ولا شغال مع الناس؟ شغال. شفت لو هي حقك انك الان تشغل الناس معك. اكيد. اليوم كنا نتكلم على موضوع المعاهد التقنيه، المعاهد الفنيه. على سبيل المثال النازحين واللاجئين أيضا من الحرب في اليمن، والنازحين واللاجئين السوريين إذا ما قسنا هاتين الدولتين العربيتين اللي شهدت لجوء، يقول لك السوري اخترج واليمني ما اخترج. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نظام المعاهد المهنية ما بدأتش الدولة تهتم إلا بالسنوات الأخيرة بعد دعم من الألمان لإنشاء المعهد التقني الصناعي اللي كان في الحوبان، والمعهد الذي هو نظام بعد الإعدادية في الحصب. طبعا تشرد كثير من الناس، وكثير من الناس ما يهتموش بهذا المجال لأنه أكثر ما كان يهم المجتمع مش البحث عن مصدر يوفر له مصدر دخل، وإنما يبحث عن وثيقة تخرج. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ نجار صح؟ دهان أيوة. بغرف النوم صح؟ أيوة غرف النوم. درست ولا تعلم؟ اكتسبتها خبرة؟ خبرة دراسة من درسنا رسنا السادس بطلنا. وكم لك تشتغل في هذا؟ يا شيقي 10 سنوات. مش محتاج انك تدرس؟ والله محتاجين بس مو نعمل قد بطلنا خلاص. ال- 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 اللي اقصده انه حتى المهن هذه كلها تدرس. الدهانة اللي هي الرنج حاجة نجارة، يعني ما يكفيش انك تكون فقط كسبتها عن خبرة. هذه خبرة تعلمنا هنا مهنة، لكن الدراسة أكيد أنها تسقلها. أكيد. وتقريبا صحيح الوضع أثر على الكل، لكن أقل الناس ضررا وأثرا هم اللي بيدهم مهنة، أما اللي بيدهم وظيفة ضررهم أكثر. شعرت الآن أنه لأنه بيدك مهنة أنت مرتاح لما شفت الناس، لأنه كان في دائما يقول لك أنا مش موظف، يشعر بأنه ظلم. أي واحد مرتاح أخذ له مهنة خرج يشتغل أي شغل. هذه النقطة يبدو أنه بيكون الموضوع محل إجماع عند الكل، الكل يتكلم على هذه النقطة. هي الرسالة هنا أنه إذا بيدك مهنة تكون فرصك لمواجهة أي متغيرات الحياة كبيرة والضرر أقل، لأنه بالنهاية بيدك مهنة مش منتظر راتب من أحد أو شيء، ممكن تشتغل مع أنه بالنهاية هو يشتغل مع الناس، لكن هذه المهن ما زالت
متحركة بشكل كامل بشكل كبير. ولذلك الرسالة هي أنه ضرورة الاهتمام بالمعاهد الفنية، دورات فنية تقنية، دورات في الصناعة، في كل شيء، هذه المهن اللي نتخارج فيها. وزي ما قال أحد الضيوف أنه على سبيل المثال السوريين لأنه بيدهم مهنة، تعلموا كل شيء واهتموا بهذا الجانب بشكل كبير من وقت مبكر. زي ما نقول عندنا باليمني ما حنبوش، خرجوا واشتغلوا بكل مكان، حنبوا شوية بتركيا لأنه تركيا طلع أنهم دارسين وكل شيء ومهتمين بالمعاهد الفنية هذه والتقنية أكثر. كيف حالك؟ إيش أخباركم؟ إيش تعملوا هنا؟ نطلب الله حالك وهلنا. إيش تفعلوا؟ لا قتلنا قراطيس، نطلب الله معنا وهلنا. قراطيس؟ قراطيس عادي يعني؟ قراطيس قدافة تشتغل. تشتغلوا هنا موظفات نظافة يعني؟ ايه ونظافة. الحمد لله انه الجامعة نظيفة. شكرا والله انكم حلوكم. معانا جهال. ها الله يفتح عليك. انا قد لم نشدي لنا. شوفوا انا بسألكم سؤال، اذا جاوبتم عليه بقسم الجائزة بينكم الاثنين، بينكم الثنتين. ان شاء الله نجاوب نشتري بعلاقات حق السكر وحق الله يفتح لكم. بتجاوب انا دار انه اجاوب حاجه سهله. لا والله انه سؤال صعب، بس بدي لكم خياره. ايش معنى شانني؟ هذه كلمه صنعانيه، ايش معناها شانني؟ الشنيني ايش هو؟ الشنيني عندنا سوق. سوق الشانني هم يقولوا الريح لما يدخل، الريح لما يدخل يعني اول فتحه صغيره اللي يدخل منها الريح، يعني لما تفتحوا الباب ودخل الريح هذا ما هو الشانني، هذا ريح، لكن لما يدخل من فتحه صغيره هذاك شانني. شوفوا منكم ما شاء الله. طيب هذه جائزه، هذه 30,000 وتقاسموها بينكم الثنتين. تمام، موفقين، يلا مع السلامه. نتمنى التوفيق للجميع ونصل بكم هنا إلى نهاية هذه الحلقة من نقطة نظام. إلى اللقاء.